اختار كأس 18 نوفمبر لمدرسة عمو للجموح التعليم الأساسي. الصف السادس الثالث على الصف الخامس الثاني بهدف التقى فيها حارس منتخب الصف الثاني الخامس الثاني. حيث استطاع صد عديد من الكرات التي كانت سوف تحرز اهداف كثيره للمنتخب سادس ثالث. ونلتقي غدا بمباراة جديدة في الفسحة. نلتقي فيها الصف الخامس رابع ضد الصف الخامس أول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثكم علي يحيى البلوشي مدرسة عمرو بن جموح التعليم الأساسي. تابعونا على قناة بدو 22.